نعم وبنات طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة فيسس دكتور باكي from Egypt in a series of surgery made easy for medical undergraduate students. We are revising surgery from manual of surgery, a book written by students for students. المرة اللي فاتت وقفنا عند colonic function. In this episode هنحاول نخلص ال colonic function with polyps, benign polyps of the colon, وadenomat familial adenomatous polypi. اوكي فكلنا عارفين الكولونيك فانكشن ابزوربشن اوف ووتر وسام الكترولايتس زي الصوديوم والبوتاسيوم والبايل سولتس عشان كده لما بيحصل لك دياريا بيحصل لك ديهايدريشن وبيحصل لك هايبوكاليميا وبيحصل الضعف العام اللي هو نتيجه ايه نقص البوتاسيوم الكولون كمان بيعمل سكريشن للبوتاسيوم ده مهم جدا عشان لو في فيلوس ادينوما اكستنسيف بتفرز كتير الميوكس هيحتوي على بوتاسيوم والعيان هيجيله ايه هايبوكاليميا وخصوصا في حالات الكولايتس اوكي انواع الموتاليتي في الكولون اربع انواع بروبالسيف ريتروبالسيف ماس بريستالسيس والجاستروكوليك الجاستروكوليك دي اللي بتجيلك بعد الغداء تحس ان انت عايز تروح الحمام لان المعدة اتملت فالكولون بيتحرك بروبالسيف يعني المحتويات القولون بتدفع ناحية الانس ريتروبالسيف يعني بتدفع في الاتجاه العكسي الاتجاه العكسي ده بيحصل في الرايت سايد اوف ذا كولون علشان يزود الوقت اللي الفضلات قاعدة فيه في الكولون فيتم امتصاص المية والأملاح وماس بريستالسيس اوكي ايه الحاجات بقى اللي هي بيستيموليتس الكولونيك موتاليتي الفاتي دايت والفايبر دايت والاكسرسايز عشان كده دايما بننصح العيانين بتوعنا بعد العمليات ان هو يقوم من السرير يتمشى علشان يحصل ايه يبقى رابد باسج اوف فليتس ونقدر نشربه اوكي ايه تعريف الكونستيبيشن لما العيان بتاعك يكون عنده less than 2 motion per week دي تعتبر العيان بتاعك كونستيبيتك اوكي خد بالك جدا لما يكون في increased constipation in elderly people خصوصا الميل think كارسينوما كارسينوما of the left side of the colon لو العيان بتاعك مديك increasing constipation وخصوصا لما هيبتدي يزود جرعات اللاكسيتيف think of carcinoma of the left colon اوكي دايما بنقول واحنا بنتكلم على ال incidence of carcinoma of the colon ان معظمها two-thirds of colonic cancer occur on the left colon. ايه التفسير بقى؟ لأن بيقولك في left colon بيكون في more protein metabolism و putrefaction تعفن فبتطلع carcinogen هي اللي بتأثر على colonic mucosa في المكان ده عشان كده two-thirds of colonic cancer occur in the left colon. الباكس ده بيلخص الكونستيبيشن وعلاقته بالسن الراجل عايز يقول لما يجي لك تشايلد و كونستيبيتنج ثينك هيرش سبرانج لما يجي لك الدرلي مان ثينك كارسينوما لما يجي لك كونستيبيشن مع سيفير بين ثينك انال فيشر لما العيان اللي عنده ديبريشن يجي له كونستيبيشن think of the drugs لأن psychotropic وال antidepressant drugs بتعمل constipation اوكي نبذة سريعة عن الكولونيك بكتيريا 99% من الكولونيك بكتيريا are anaerobes ومعظمهم بكتيرويدز معظمهم بكتيرويدز بيجيلك في ال MCQ يبقى 99 فين من البكتيريا اللي في كولون انيروبس ومعظم الانيروبس بكتيرويدز في ايروبيك معظمها اي كولاي معظمها اي كولاي طبعا النورمال فانكشن البكتيريا بتاعت الكولون في بكتيريا الفلورا في بكتيريا مفيده للانسان وفي بكتيريا مضره البكتيريا هي اللي بتعمل ديجريديشن للبايل بيجمنت وبتدي الشكل البني للستولز والبكتيريا البينيفيشال for the human beings هي اللي بتعمل supply للفيتامين كي
عشان كده العيانين اللي عندهم side effects من الانتيبيوتكس وبيجيلهم دايريا بيعالجوهم ساعات وخصوصا في السودوم ممبرينس كولايتس بيدوهم لاكتوباسيلس علشان يعملوا بالانس تاني للبنفيشال بكتيريا في الكولون وتورزيست الدايريا اللي نتجت من الانتيبيوتك لان الانتيبيوتك بتقتل الميكروبيال بنفيشال وهارمفول في الكولون بتقتل الجميع. اوكي ليه؟ طبعا الكلام ده مهم في النيكروتايزنج كولايتس و سايد افكتس اوف انتيبيوتكس وفي الالسرتيف كولايتس وباوشايتس. هنعرف يعني ايه باوشايتس بعد شويه. وده لما بتقتل البكتيريا النافعه بتدي الابر هاند للكوليستريديوم ديفيسيل دي اللي بتعمل نيكروتايزنج ممبرينوس كولايتس. نيجي بقى للكلام المهم اللي هو tumors of the large intestine. ال benign tumors of the large intestine احنا بنتكلم على polyps. بنتكلم على polyps. طالما بنتكلم على polyps لازم تبقى عارف يعني ايه polyp. polyp معناها اي hyperplasia of the mucosa عملت نتوء في اليومن. يبقى polyp تطلق على اي hyperplasia في الميكوزا بتاعت الكولون هتعمل نتوء او بروجيكشن هنسميه ايه polyp. اوكي دي ال benign tumors of the colon. طيب ايه انواع البوليبس؟ البوليبس في انفلاماتوري وفي hyperplasia وفي نيوبلاستيك. النيوبلاستيك بوليب بنسميها adenomatous polyp. بنسميها ايه adenomatous polyp. طيب الadenomatous polyp فيها نوعين. في نوع common اللي هو tubular polyp. تبص تلاقي polyp smooth وممكن يكون ليها pedicle او ممكن تكون sessile. tubular polyps adenomatous polyps سموها كده علشان تحت الميكروسكوب بتتكون من tubules. tubules دي tubular polyp دي more common وبتبقى more pedunculated وless potentiality to turn malignant على عكس الفيلاس. الفيلاس adenomatous polyp سموها فيلاس عشان السطح بتاعه يشبه الفيلاي. يشبه الفيلاي وباللغة العربية يعني زغبي زغب اللي هو الفيلاس. الفيلاس adenomatous polyp في الكولوم لما بتبقى سيسل ملهاش بدانكل زي دي كده بتبقى البوتنشياليتي فور كارسينوما 30-40%. يعني بنخاف جدا وبنقلق من الفيلاس بوليب في الكولون. فدي انواع الادونوماتس بوليب. ممكن تبقى فيلاس تبقى فلات ممكن تبقى تيوبلر. وتيوبلر عادة بيبقى ليها بيديكل. مين فيهم ليها بوتنشياليتي تو تيرن مالجنانت اكتر؟ الفيلاس ايه ادونوما. اوكي ودي رسمه بتوضح لك الديفينيشن بتاع البوليب. بروجكشن من الميكوزا في اليومن بتاع الكولون او الجات عموما لان البوليبس دي ممكن تحدث برضو في الاستومك وفي الديودينا. بيبقى ليها ستوك او بيديكل في الفين والارتري واللمفاتكس والنيرفز. فدي طبعا الميكوزا بروجكتنج هايبربلاستيك واللي انتم شايفينها دي الماسكولاريس ميكوزا. ماسكولاريس ميكوزا دي تختلف عن الماسكولاريس بروبريا of the wall. اوكي وده بوليب جالو كارسينوما اللي انتو شايفينه ده. ده البوليب جالها ايه كارسينوما. ومعروف في الكولون حاجة اسمها ادنوما كارسينوما سيكونس. ممكن ادي هنا في بوليب وهنا في بوليب. لو سبناها بتكبر وبتتحول الى كارسينوما. دي عشان كده يقول لك اكتر حاجه بتحدد
البوتنشياليتي لكولونيك بوليب ان هي تتحول الى كانسر السايز بتاعها. اي حاجه فوق هاف سنتيمتر او 5 مليمتر بتبقى بتزيد البوتنشياليتي تو ان هي تتحول لكانسر. لو هي اقل من 1 سنتي البوتنشياليتي بتبقى حوالي 1%، لا من 1 ل 2 سنتي النسبه بتزيد الى 10%، اكتر من 2 سنتي هيبقى 30% من البوليبس هتطلع مالجننت في النهايه لو هي اكتر من 2 سنتي في الحجم. الحجم مهم جدا 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 في كولونيك بوليب. اوكي طيب البوليبس اوف ذا كولون سواء كانت سواء كانت فيلس سواء كانت تيوبلر او ميكسد تيوبلو فيلس هتعمل ايه للانسان؟ بليدنج، ميوكس ديسشارج، وهايبوكاليميا. البوليبس ممكن تكون سنجل، ممكن تكون مالتيبل. البوليبس ممكن تكون ديسبلاستيك. يعني ايه ديسبلاستيك؟ الترم ده مهم جدا ان انت تبقى عارفه، اللي هو ديسبليجيا. لازم تبقى عارف يعني ايه ديسبليجيا، لان هي مرحله بتسبق المالجنان ترانسفورميشن. ديسبليجيا يعني ايه؟ يعني مثلا انت ما هتبص على الابيثيليوم دي النورمال هتجد ان هي ريجولار سيلز، وان استراتا صف واحد، النيوكلياي نفس الحجم ونفس الكالر. لما يبتدوا دول يتفرعنوا بقى ويبقى في نيه ان هم يتحولوا لسرطان، اول خطوه ان يحصل لهم ديسبليجيا. يعني ايه ديسبليجيا؟ يعني يبقوا الريجولار ما بيبقاش فيه بولاريتي، علاقتهم ببعض بتتغير، وبيميلوا ان هم يعملوا سودو ستراتيفيكيشن اكتر من طبقه، وتبص تلاقي النيوكلياي بقت كبرت وبقت هايبر كروماتيك. دي بنسميها ايه؟ ديسبليجيا. ديسبليجيا دي بقى درجات، في مايلد وانترميديت وسيفير ديسبليجيا. السيفير ديسبليجيا يعني معظم الخلايا في الشريحه كلها ديسبلاستيك، ودي مرحله بتسبق ايه؟ كارسينوما انسايتو. يعني بعد السيفير ديسبليجيا بيبقى فيه كارسينوما انسايتو، كارسينوما انسايتو بعد كده يعمل ايه؟ انفيزيف كارسينوما. اوكي فدي بالنسبه لي البوليبس اوف ذا كولون ممكن تبقى ديسبلاستيك، وبتبقى بري مالجنت على حسب السايز. علاجها ايه؟ بولوبيكتومي. علاجها ايه؟ بولوبيكتومي. يعني ايه بولوبيكتومي؟ هنشوف الصوره بتاعه البولوبيكتومي، هنشوف اللي هي الصورة دي. الراجل بتاع المناظير بيخش بالمنظار بتاعه، بيطلع السنير، السنير بيحوط بالبوليب، يخنق البوليب تايتلي ويشغل الكوتري. لما يشغل الكوتري البوليب تتقطع والبلاد فيسل يتكوي في نفس الوقت. ناخد البوليب دي نوديها المعمل عشان تتحلل. مهم جدا جدا ان انت تشيل البوليب كاملة. لو سبت منها جزء ممكن جدا الجزء اللي انت سايبه هو اللي يكون فيه المالجنانت فوكس، والجزء اللي انت شلته يديك فولس نيجاتيف ريزالت. يبقى ده علاج البوليبس. واتفقنا ان الفيلس ادينوما اخطر من التيوبلر ادينوما، وان الحجم مهم جدا. لو هي اقل من 1 سنتي المالجنانسي 1%، لو هي من 1 ل 2 سنتي يتضاعف الواحد في المية 10 مرات. مجرد ان هي تزيد سنتي المالجنسي يتضاعف يبقى 10%. اكتر من 2 سنتي تلت البوليبس اللي انت هتشوفهم هيبقوا ايه؟ مالجنت. اوكي الباكس ده بيلخص الادنوماتس بوليبس اوف ذا كولون اكتر في الالدرلي بيبول، معظمهم بدانكليتد. العلاج بتاعهم اندوسكوبيك سنيرنج، اكتر من 5 مليمتر بنقلق وبنخاف. كل ما زاد عدد البوليبس كل ما زادت التشانسز فور كارسينوما، لان البوليبس معناها ايه؟ معناها هايبربليجيا اوف ذا ميكوزا، يعني انقسامات كتيره، ميتوزس كتيره. طالما في ميتوزس كتير وبوليبس كتير معناها ان احتماليه ايرور في الدي ان ايه هتزيد. لما يحصل ايرور في الدي ان ايه وميوتيشن يبقى الخلايا ممكن تنقسم بلا ضابط ولا رابط وتعمل اورام بلا هدف. وبنخاف اكتر من الفلات سيسايل بوليب، اكتر من البدانكليتد بوليب، لان الفلات سيسايل بوليب لو خصوصا لو هي فيلس هتبقى كاري مالجنت بوتنشال بصوره عاليه. اوكي
واتفقنا ان السيمتومز والساين اوف بوليبس بليدنج بالريكتم، ممكن يبقى فريش بليدنج، عاده بيبقى بينلس، بيبقى انترميتنت، ممكن يبقى معاه شويه تشينج في البول هابتس خصوصا لو ابتدى يحصل مالجنت تشينج في البوليبس. لو هي فيلاس ادونوما بتفرز ميوكس كتير وده بيعمل هايبوكاليميا، ممكن يبقى معاها تينيزمس. في الاطفال ممكن البوليبس لو هي بيدنكليتد والولد بيحزق ممكن تشوفها من الانس، ممكن تطلع من الانس. يعني الصوره دي بتبين لنا واحد نايم على جنبه وفي حاجه زي الستروبيري كده طالع من الانس، دي بيدنكليتد بوليب، دي بدنكليتد بوليب. لازم تفرقها من الايه؟ من ريكتال ميكوزال برولابس، لازم تفرقها من ريكتال ميكوزال برولابس. اوكي، واتفقنا ان علاج الادونوماتس بوليبس كولونوسكوبي وايه بلوبكتومي وسنيرنج، وبنبعتها تتحلل. لو المعمل قال لنا الحق في انفيزيف كارسينوما العيان هيخش المستشفى تاني في الراديكال سيرجري. اوكي، بيرز اوف ويزدم ماني بالي يقول لك although most neoplastic polyps don't evolve to cancer but most colorectal cancers originate as a polyp، اللي هي الايه الادينوما كارسينوما سيكونس اللي احنا لسه متكلمين عليه. في نوع تانية من الكولونيك بلوباي اسمها هامرتوماتس بوليب او جوفنايل بوليب، جوفنايل يعني في الشباب، هامرتوما يعني ورم معيب. ايه العيب اللي فيه؟ هو النورمال خلايا، الخلايا الطبيعية بس مش مترتبة كويس، disorganized. يعني مثلا ايه لو فيها مرتومة في اللنج تبص تلاقي الخلايا اللي بتبطن البرونكاي مع الخلايا بتاعت الالفولاي مع البلاد فيسلز عاملين كتلة مش منظمة، دي اسمها مرتومة، ودي المالجنت بوتنشال بتاعتها ايه not existing. واشهر مثال ليها البيتس جيجار سندروم. بيتس جيجار سندروم هامرتوماتس بوليب في الجي اي تي و بيبقى معها pigmentation of the buccal mucosa. B بتبدأ بالبويتس بيبدأ بالP و P of the pigmentation افتكر بيبقى معها pigmentation of the buccal mucosa. هنا risk of malignancy is very limited وبجيلك في الMCQ. السبب ايه؟ لان هي just normal cells disorganized وعاملة كتلة عاملة polyp. اوكي، juvenile polyps في الأطفال برضو has no malignant potential، بتجيلك في الايه في الام سي كيو. اوكي طيب، بعد كده هنناقش فاميليال ادونوماتس بوليباي. فاميليال بوليبوزس كولاي ده الاسم القديم، الاسم الجديد فاميليال ادونوماتس بوليباي او الاف اي بي، هنشيل ليه بعد كده بالاف اي بي من اسمه، يعني مالتيبل بوليبس في الكولون runs in families. Multiple polyps on colon runs in families. Familial bulbosus coli. ده genetic disorders dominant. المشكلة فيه إن على في جين اللي هو adenomatous bulbosus coli جين على short arm of chromosome 5. على short arm of chromosome 5. الجين ده فيه mutation. الجين ده كان tumor suppressor. تيومر سابريسور. يعني ايه تيومر سابريسور؟ يعني الجين ده كان بيطلع بروتين، البروتين ده كان بيعمل ايه في الخلية؟ كان بيعمل ابوبتوسس. يعني ايه ابوبتوسس؟ يعني انتحار الخلية، الخلية بعد سن معينة تموت. لما الجين ده يحصل فيه ميوتيشن يبقى البروتين مش هيطلع، لما البروتين مش هيطلع الخلايا بتاعت القولون تنقسم بلا حساب، ما تنتحرش، تفضل تنقسم وتتجدد، تنقسم وتتجدد وتعمل بوليبس، تعمل بوليبس في جميع أرجاء الكولون، عشان كده سموه فاميليال بوليبوزس كولاي. والمشكلة بتاعت الجين دي بتبقى موجودة برضو في الميزوديرم بتاع الإنسان، فبيطلع أورام تانية في حتة تانية غير الكولون إكسترا كولونيك زي سبيشيال سيست وزي أستيوما وزي إيه أستيوما وسبيشال سيست ودرمويد سيست وديزمويد تيومر. أوكي، مشكلة كلها في الجين اللي على الشورت أرم أوف كروموزوم 5. نسبة الفاب الإف إي بي 1 في 10,000. هل هو بيفضل سكس معين؟ لا، بيحصل إن أيزر سكس، والوراثة من الأب والأم، الوراثة ترانسميتد فروم بوث بيرنتس الأب والأم. أوكي، نسبة حدوث
ازاي نشخصه؟ هل مثلا نلاقي واحد عنده في الكولون 2 3 بوليبس نقول عليه فاميليال بوليبوس كولاي؟ خطأ. انت اما هتعمل الادلتس، اي ادلتس تعمل له كولونوسكوبي، على الاقل 25% من الناس هتلاقي عندهم اسيمتوماتيك بوليب. انما لو لقيت العدد زاد عن 100 كولوريكتال ادينوما، 100 بوليب في الكولون، تقدر تشخص الاف اي بي. لازم العدد الديفينيشن بتاعه يزيد عن 100. اوكي، طيب ساعات بقى في فاريانت من الاف اي بي، نوع من الاف اي بي اسمه جاردنر سيندروم. اسمه ايه؟ جاردنر سيندروم. ده منظر لجاردنر سيندروم. جاردنر سيندروم بيبقى واحد عنده فاميليال بلوبوسس كولاي وعنده استيوما في السكال او في الماندبلز مينلي. ده واحد عنده استيوما عامله له بروبتوزس وعنده مالتيبل سبيشال سيست على ظهره، وعلى البطن فيه دورمويد سيست. يعني ايه بقى جاردنر سندروم؟ عباره عن ايه؟ نوع من انواع الفاميليال بولوبوزس كولاي او فاميليال ادونوماتس بولوباي، ومعاها سندروم جاردنر سندروم بيبقى معاه اوستيوماز وسبيشال سيست و ديزمويد تيومر. ديزمويد تيومر ده فايبروما لوكالي مالجنانت بتحصل في الانتيرور ابدومينال وول وفي الميزنتري، وممكن تسد اليوريتر بتاع العيان من السيفير فايبروزس. طب نحفظ السندروم ده ازاي؟ جاردنر يعني جنيني، جاردنر يعني جنيني. الجنيني بلانتنج صد، ده صد. الصد ده اللي هو النجيله الطبيعي او الصناعي اللي بتتفرش في الملاعب. صد اس او دي، gardeners planting sod. Sod is OD. S stands for sebaceous cyst. O sod sebaceous cyst will O osteoma with D desmoid tumor. يبقى تحفظ جاردنر سيندروم ازاي؟ هو عبارة عن familial adenomatous bulbae of the colon plus gardeners planting sod SOD. S sebaceous cysts, O of sod osteomas, D desmoid tumor of anterior abdominal wall. ده variant من FAB gardeners syndrome. في variant تاني اسمه Turco syndrome. Turco syndrome a T silent زي تشاركو، دي اسمها توركوز سيندروم. ايه توركوز سيندروم ده؟ واحد عنده فاميليال ادينوميتس بلوباي اف اي بي بلس سنترال نيرفس سيستم بلس سنترال نيرفس سيستم تروما تيومر ان ذا فورم اوف جلايوبلاستوما. يبقى اما يكون في فاميليال ادينوميتس بلوباي بلس سنترال نيرفس سيستم تيومر، دي بنسميها ايه؟ توركوز سيندروم. اسمها ايه؟ توركوز سيندروم. التي ما بتتنطقش. اوكي، ما تنساش العيان اللي عنده فاميليال ادينوماتس بوليباي ممكن يبقى عنده جاستريك بوليباي وديودينال بوليباي وبيري امبولاري بوليبس في الديودينم. عشان كده لما بنعالج العيانين دول بنعملهم تبع مدى الحياه. ليه متابعة مدى الحياة؟ لأن ممكن يظهر عندهم later on polyps في الاستومك وpolyps في الايه في الديودينم، وممكن يبقوا malignant at some time. علشان كده العيانين دول داخل في الفحوصات بتاعتهم، مش بس كولونوسكوبي، لازم تعمل لهم اي جي دي اللي هي اسوفاجو جاسترو ديودونوسكوبي، ابر اندوسكوبي برضو علشان ترول اوت بوليباي في الاستومك وفي الديودينم. طيب عيان الفاميليال ادينوميتس بوليباي هيشتكي من ايه؟ قلنا المالتيبل بوليبس دي اللي هي فوق ال100 وبيبقوا موجودين في الكولون بالمئات وبالالافات، ده رانز ان فاميليز، رانز ان فاميليز. اوكي، طالما عنده وارث الجين اللي هو على الشورت ارم اوف كروموزوم نمبر 5،